الشباب مثل ما عودناكم مركزين ورا بعض حصريا، وكل ما هو جديد قطع الغيار وادوات صيانه، وحصرا للايفون، محبي الايفون وصيانه الايفون ومحترفين الايفون. اليوم جبنا لكم باور سبلاين ديجيتال، باور سبلاين بعده قراءات هسه راح اوضح لكم اياها بالفيديو. عندكم اسعار قراءات الميل نفس الباور سبلاين القديم. عندكم هنا طريقه ثانيه اللي هي نفس الباور زيت بالقراءه. هسه راح اشغل لكم هذا الجهاز وراح تشوفون ترتيبه. نوعية فحص الجهاز ايفون 6 جي طبعا. نعم بدأت عندنا قراءة الجهاز. اشتغل هسه قدامكم. راح يبين ان الجهاز سليم ما في اي مشكلة. او عدة مشاكل تطلع بالايفونات راح يبين عندك بهاي القراءة. مثل ما موضح لكم الفيديو. الجهاز هذا باور سبلاين حصرا لدى مركز نور ابو مجاور اسواق اليوم شارع الربيعي زيونه. المحترفين الصيانة طبعا اللي يحبون هاي الشغلات، باور زيت، باور اكس، فحص. بس انا عندي الباور برو والباور سبلاين ديجيتال، شيء يساعد شيء لمعرفة اعطال الايفون. هسه عندنا هذا الايفون 6 جي مثل ما موضح لكم، تمام اشتغل طبيعي كل شيء ما بيه. حصل المركز نور ابو